عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما نقول تعددت الأسباب والموت واحد. هذه بعض مقتطفات بسيطة من جنازة الشيخ أبو عبد السلام رحمة الله عليه. الله يرحمه يا رب ويجعله من أهل الجنة بإذن الله تعالى. هيا بنا لحظات نراها في جنازة الشيخ. لا حول الله يا رب. الشيخ أبو عبد السلام لو كان ممثلة كان حيكون أكثر من هيك، لو ممثلة سينمائية كان حيكون أكثر من هيك. وفاة الشيخ أبو عبد السلام شيخنا الجزائري المحبوب رحمة الله عليه.